عبد الله من الوادي الجديد ايضا، برحب بيك يا حاج عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. الله يخليك يا فندم. اتفضل يا حاج عبد الله. الله يخليك يا فندم. حضرتك، انا من احد الشباب اللي رست عليهم القرعه، اللي رست عليهم القرعه من الحصول على قطعه ارض زراعيه. ايوه. منطقه ابار الشاب. منطقه ابار الشاب. الشاب؟ المسابقة دي كانت في 12/6/2013، الجواب جانا في 2000. المسابقة دي كانت تبع المحافظة ولا كانت تبع ايه؟ تبع المحافظة. حضرتك لحد الآن ما استلمناش الأرض. ونتيجة دي كانت بالقرعة؟ كانت بالقرعة. طب نتيجة القرعة دي ظهرت أساساً؟ ظهرت في 12/6/2013. وأنت اسمك كان ضمن الناس؟ أيوه. طيب، إيه السبب بقى؟ مفيش حد استلم خالص ولا أنت الوحيد؟ لا كلنا، يعني أنا بتكلم يعني بناء على المجموعة اللي معايا. ايوه. وانتوا كنتوا دفعتوا مقدمات؟ لا لا يا فندم. مفيش اي فلوس دفعتوها؟ لا لا. طيب، احنا نستفسر عن قرعه الحصول على قطعه ارض في ابار الشاب. شكرا.